اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تيفي في اولى حلقه برنامجكم الرمضاني كيدير السوق. اليوم خسرنا لكم الحوت، نشوفوا الانواع ديالو، الاثمنه ديالو، ونشوف الكروفيت حتى هو فين وصل الثمن ديالو باش تعرفوا هاد الاجوبه كاملين. يلا معايا. السلام عليكم سي عبد الجليل. السلام عليكم. بخير سيدي لاباس عليك؟ الحمد لله. واشارك مبروك. علينا وعليك اخويا. قول لي سيدي كي داير الحوت في هذا رمضان؟ موجود الحمد لله شويه. موجود، تقول لي شحال من نوع عندك هنايا؟ كاين شي ست الانواع سبعه الانواع. اللي هما؟ الميرلون، السول، كريفيت، كالامار، سيبيا، باجو، قرب. تقول لي كل نوع هنايا عندك شحال كيدير الثمن ديالو؟ واش رخيص ولا غالي؟ شحال الثمن ديالك؟ الثمن ديالو بحال الفطار بحال رمضان. بحال ثمن بحال الميغلون ديال 70 درهم، كاليتي مزيانه، بحال الكروفيت ديال 100 درهم، ديكورتيكي المنقي ديال 200 درهم، نص بالنص، بحال السول دابا داير هذا 70 درهم، البوكلي هذا داير 100 درهم، بوكلي، بحال الباجو داير 60 درهم، صغير، بحال البيره تيقول لها لولو، هي البيره، نتوى ديال الدرعي، دايره 100 درهم، كاين هذاك الميلي، ميلي ديال 80 70 درهم 60 درهم كيلو القرب 70 درهم هادشي اللي كاين. والسردين شحال تيديروا؟ السردين ديال البلاد ديال 20 درهم هاو، وديال الجديده ديال 15 درهم 13 درهم. يعني بالنسبه لكم هاد الاثمنه واش كيجيو الناس كيتقداو بزاف؟ كيتقداو الناس، كاين اقبال الحمد لله، كاين اقبالات، كاين اقبال الحمد لله. بالنسبه لك انت الاثمنه جد عاديه ولا غاليين شويه؟ جد عاديه بحال رمضان بحال الفطر بحال بحال. ولكن الناس كاينين شي ناس ما كيقدروش يشريوا هذا حيت كيقول لك غالي. كاين اللي ما عندوش فلوس راه ما يشريش. سي نورمال ما عندوش فلوس راه ما يشريش. حوت. بالنسبه لك الناس بزاف هنا كيتقداو عندك، اللي اش كيتقداو عندك تقريبا؟ شنو كيتقداو؟ الكروفيت الاغلبيه ديالهم كيتقداو الكروفيت، كالامار، سيبيا، مزيان تيديروا هذا الشيء ديال البساطه وهادشي ديال البريوات وداك الشيء اللي كاين. يعني هاد الانواع ديال الاسماك كيتمشى غير في رمضان ولا في الايام العاديه؟ ديما في رمضان وكل شيء. واخا سي عبد الجليل شكرا جزيلا ومبروك عواشرك. علينا وعليك، ونتمنى المغاربه رمضان مبارك سعيد و فيف لو روا. بس الناس البسطاء زعما غالي، داك الثمنات اللي كاين زعما غاليين، ولكن بنادم الله يحسن العون، انت هذاك اللي شاري راه توا الناس اللي من المارشي من الهوم هما اللي كيفرضوا عليه داك الثمن، ماشي هو اللي كيحطوا 100 درهم اللي ما عنده شي غياكل الكروبات، الا عطيتي غير السردين راه زعما ما عرفتش شنو عطيتي، المهم رخصوا عليه مع السردين، اللي يدير السردين ب 7 درهم راه فرحان، ولا دوز رمضان ب 7 درهم، من ما هذا راه خلاه راه ولا كماليات هذا ما بقاش بنادم باش ياكل ويشرب. لا اللي عنده هذاك ما عنده سوق، واخا دير له حتى ب 20 فرانك ولا ب 30 فرانك الكيلو غيشري، هذاك شاريه شاريه، عنده منين؟ ما هذاك منين غيجيبهم؟ سولو هو بشحال كيربح بدا في النهار؟ كيربح 50 درهم شنو يشري حوته ومشي؟ ايوا واش من بعد الحوته شنو؟ غيقليها بالماء. وبالنسبه للحوت الثمن مناسب، ما غالي ما رخيص، يعني كتكون زايده واحد 5 دراهم ولا 10 دراهم ماشي مشكل بالنسبه لليامات العاديه. انا بان لي ما كاينش شي فرق بزاف ديال واحد نسبه قليله ديال 5 دراهم ولا اللي زايده، كيبان لي الحوت هو هذاك ماشي شي حاجه كاينه شي حاجه اخرى زايده على هذا. يلاه سولت ولقيت كنظن مزيانه بالنسبه للنهار ديال رمضان، كنظن مزيانه 70 درهم المرنه و100 درهم الكروفيت، هادشي اللي عرف دابا مازال ما كملش شي عاديه بالنسبه لرمضان مزيانه بزاف، حيت سير الايام كتكون بعض المرات اكثر من هادشي هذا، فهاد الساعه مزيانه، واللي ما عندهمش بغا يشريو شي هذه عاديه، 100 درهم راه بزاف على الكروفيت وما كياكلوش اصلا الكروفيت، والمرنه 70 درهم 60 درهم راه مزيانه بالنسبه للجميع نورمالمون، غير تكون ماركه مزيانه، تكون حاجه مزيانه، هذا هو اللي مهم.